لكن النهارده بجد طمني، بقيت طمني السيدات دكتوره مايا، لانه انت عارفه واكيد بيوصلك قلق كبير جدا من السيدات وبيوصلنا كلنا، وحتى الرئيس وقفت واحده ست وقالت له احنا قلقانين، فاحنا عايزين نطمن السيدات انه ان احنا هنعمل كل قصارى جهدنا انه طبعا لا ياتي طبعا قانون، زلمي. وهو نفسه قال لن اوقع على قانون لن ينصف المراه. يا استاذه لميس، الجمله اللي قالها سياده الرئيس دي جمله تاريخيه، انا قلتها النهارده، جمله يعني مش تطمن سيدات مصر، تطمن مصر كلها، ان احنا 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 اولادنا بنات واولاد. ما سياده الرئيس يقول انا مش هوقع على قانون لن ينصف المراه المصريه، لن ينصف المرأة المصرية، مش ممكن يكون قانون بيتقدم لا بيرجع المرأة المصرية خطوة لورا ولا بينتقص من حقوقها. احنا دورنا اولا، احنا ما بنتكلمش على مشروع قانون، احنا اما يطلع قانون، في قانون متوازن نقدر نناقش القانون المتوازن، نطمن سيدات مصر، نطمن المجتمع المصري، لن يخرج قانون للأحوال الشخصية غير قانون متوازن، لن يخرج قانون للأحوال الشخصية غير إن شاء الله يرضي جميع الأطراف، ولن يخرج قانون الأحوال الشخصية بيقلل من أي من قدر المرأة بأي حال من الأحوال. النهاردة على الكام سيادة الرئيس قال قانون متوازن، أعتقد ده أهم نقطة طبعًا. ممكن تكون بتطمن سيدات مصر كلها بإذن الله. أنا بشكرك، بحييكي، بحييكي على المجهود، ويمكن مش سر إن أنا بقول إن الدكتورة مايا مرسي مش كل حاجة بتحصل يمكن في العلن، ولكن بتعمل بمجهود كبير أن يخرج القانون فعلا متوازن جدا، مش هنقبل إن المرأة المصرية ترجع خطوة لورا. دكتورة مايا مرسي بتقود حركة نسوية، بتقود المجلس القومي للمرأة، فإحنا بنطمن كل السيدات إنه هذه السيدة ونساء أخرى كثيرات والرئيس نفسه، احنا بنعمل من اجل قانون متوازن يحمي المصلحه الفضلى للطفل في المقام الاول، يرضي الامهات ويرضي الابهات، ونوصل لمرحله تحمي الاطفال. بشكرك دكتوره مايا مرسي، ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه الاخبار.